السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي مطبخ لايف، أهلا بيكم في يوم جديد ويوم سعيد وآخر الشهر وبداية بقى موسم الدراسة والشتاء والحاجات اللي احنا بقى بنحاول نستعد لها دي، بس عايزين نستعد بالراحة كده واحدة واحدة، نبتدي إن احنا نجهز حاجات للمدارس ونجهز حاجات لأولادنا وحاجات على السريع، علشان مش هيبقى عندنا وقت، عايزين نعمل حاجات كده سريعة وجديدة وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفة. خلاص، فالنهاردة هنعمل منيو حلوة قوي، ينفع للمدرسة، ينفع لأي حاجة عايزينها في السريع، ونعمل فرصة نعمل لأولادنا الحاجات اللي احنا دايما بيحبوا ياكلوها من الشارع نعملها لهم في البيت. النهاردة المنيو بتاعنا حلوة قوي، هنعمل هتنزلوا بالمنيو ولا قولوا؟ أقوله، حاضر. طيب، احنا هنعمل النهاردة كورن دوج. طبعا كلنا عارفين الكورن دوج، والولاد اكتر حاجه عارفينها. هنعمل السوسيس، هنعمله زي ما بنجيبه بره كده في الاسياخ الشيش، وهنشوف العجينه بتاعته عامله ازاي. كمان هنعمل حاجه حلوه برضو مهمه جدا في ايام المدرسه، ودايما بنفتكرها على اخر لحظه، العيش الفينو، الخبز اللي هو عشان المدرسه، عشان السندوتشات، يعني الولاد مش هينفع يروحوا المدرسه من غير العيش الفينو، فاحنا هنعمله، هيبقى عندك وتسيبيه عندك في الفريزر، تسيبيه عندك، لازم يتحط في الفريزر، وهنقول الكلام ده واحنا شغالين فيه. خلاص، كمان هنعمل حاجه حلوه مع بعض كده، ممكن نفطر بيها الولاد الصبح لو هم ما لهمش نفس قوي ان هم يقعدوا ياكلوا اكل، يعني كده هنعمل لهم حاجه غموس الزبادي، وتنفع كمان بالليل تبقى حلوه قوي مع حاجات كده مكرمشه. يلا، انتوا دخلت على طول في الكورن دوج. اوكي، طيب دي مقادير الكورن دوج معانا. اوكي، عايزين سوسيس، وهيبقى مسلوق نص سلقه كده وهوريكم ازاي، وكوبايه دقيق ذره، كوبايه دقيق، واحد كوب دقيق ابيض، تمام، وواحده بيضه، بابريكا، نص كوبايه لبن، ومعلقه نشا، ملح وفلفل، نص معلقه بيكنج باودر، وبقسماط حار. هندلع كده الكورن دوج بتاعنا، ونشا ذره هنشوف هنحتاجها تاني لايه. احنا معانا نشا جوه العجينه ونشا. يلا بينا نرجع، صورنا وسجلنا. طب يلا نخش بقى على المقادير على طول، وانتوا شايفين معايا العيش هنا كده هنجيله، وهنعمل الحركات بتاعته واللفة بتاعته اللي هو اسهل ما يمكن تقدري تعمليه بالليل سريعا كده وانت قاعدة، يعني نص ساعة او ساعة. طيب، ادي السوسيس بتاعي، زي ما قلتلك بجيب حلة بحط فيها شوية مية كده اهو، مش بسلقه كتير، الميه تبقى سخنه. خلاص، وبجيبه اهو، ده الفرق بينه، ده اللي مش مسلوق وده اللي انا سلقاه. ليه هديله سلقه؟ علشان لما هنزله يتقلي ما يكشش قوي، وبروح حطاه في الميه بدون اي حاجه، هو عليه بهارات وعليه حاجات بتاعته، انا مش عايزه احط له اي منكهات خالص، بسيبه يغلي دقيقتين بس كده وبشيله من على النار وابتدي ان انا استخدمه. طب انا عندي مرحلتين دلوقتي، مرحله العجينه، تعالوا نعمل العجينه مع بعض، يعني لازم نتعب لهم شويه ونعمل لهم شويه الحاجات اللي هم ايه بيحبوها، مفيش مشكله. نجيب خلاص، زي ما قلت لك انا بسلقه ليه، بديله السلقه ليه، علشان لما اجي اقليه ما يكشش جوه وتبتدي تنفصل السوسيس بتاعي عن الخلطه اللي انا عاملاها عليه من بره. ادي كوبايه الدقيق خلاص العادي، وادي كوبايه دقيق الذره، هو اسمه كورن دوج يعني لازم بدقيق الذره. خلاص، ده البقسماط اللي هحتاجه في الاخر، والنشا برضو مش دلوقتي. معايا معلقه سكر كده، ودي معلقه دقيق بقسماط، دقيق سميد بتقرمش معايا مع النشا، وادي معلقه النشا اللي جوه العجينه اهو، وادي البيكنج باودر، مفيش اسهل من كده، كله ايه، كله على بعضه. تعالوا نشيل دول كده، عايزه بوله تانية. بصوا الحاجات دي بتنظم شويه الموضوع، ان مفيش حاجه تكلكع منك بقى وتبوظ منك والكلام ده كله. ادي البضايه خلاص كده، وادي اللبن، دول اقلبهم. انا جايبه بقى برطمان معايا او اي كوبايه طويله علشان نشوف هنحط فيها ازاي، الموضوع سهل جدا ما تقلقيش. اهو بفك البضايه بشويه لبن،
وهوريكي سمك العجينة. ممكن الدقيق زي ما احنا عارفين في دقيق بيشرب مية، دقيق بيشرب لبن، ما بيشربش كتير. هوريكي السمك اللي احنا عايزينه. بفك البضاية كده، سهل بقى ان انا اكمل باللبن، عشان طبعا ما ينفعش استخدم بعد ما احط اللبن على البيض ابتدي ان انا استخدمهم. خلاص كده وابتدي، لا طبعا هحتاجهم اهو كده، تبقى سايلة بس يعني عارفين زي عجينة الكيك كده بس اخف شوية. خلاص اهو، خلاص هي غليت غلوتين اتنين، بشيلها من على النار وبس كده، دقيقتين كمان واروح شايلاها من على النار كده. لبن بقى وبيض وكده، في حاجة طبعا مغذية، سوسيس للولاد بدل ما يجيبوه من بره، سهل جدا وطبعا اكيد غالي لو هنشتريه من بره. في المرحلة دي لازم بقى الف العجينة كلها كده اهو كده، لسه طبعا محتاجة واحدة واحدة بقى علشان ما يبص مني. لو طلع يعني سايل معاكي شوية عادي، ممكن نحط معلقة دقيق ذرة على معلقة دقيق أبيض ونبتدي نخف العجين بتاعنا. لسه برضو محتاج سنة بسيطة، لأن هو لما هيقعد هيتقل، دقيق الذرة بيشرب. خلاص دقيق الذرة عامل زي دقيق السميد، وأنا حاطة كمان معلقة دقيق سميد هتشرب معايا أهو كده. لازم اسيبها تريح شويه. خلاص وبعدين هنحطها في البرطمان. انا جايبه برطمان عادي موجود عندنا، كوبايه طويله علشان نحط فيها ونغمس فيها السوسيس بتاعنا كده. رشه بابريكا بسيطه كده في العجينه تدي لي طعم وتيست كده. لسه ما حطيناش، حطينا الملح ولا ما حطيناش؟ حط سنه كمان كده اهو، سنة بسيطة عادي. بعد حتى ما سيبها تريح أقدر إن أنا أزودها، مفيش مشكلة. أنا شايفة كده حلوة قوي، هي هتتقل شوية كمان، نسيبها على جنب كده وتعالوا نسيخ دي معانا ونحط الزيت على النار نكسب وقت. يلا كده نشيل دول، مفيش أسهل من كده. تقدري تعمليه لولادك وتقدري تعمليه، بس ده ما ينفعش أعمله وأشيله في الفريزر. خلاص ده لازم يتعمل في ساعتها معايا، مش في الفريزر. عايزة بس أشيل هنا كده اللبن ده. ممكن نعمله بقى، هبقى أعمله لكم مرة تانية في اللي هو السوسيس أو الكورن دوج الكوري، بيتعمل بعجينة. ده ممكن نشيله يعني، ممكن نتحايل ونشيله. بصوا بقى أنا هعمل إيه، أنا بس ألبس جلافز عشان بس هو ده مستوي يعني مفيش مشكلة منه، تقلقوش. احنا لا بس من اللحوم اللي هي بتبقى نية، لكن ده اوريدي مستوي واحنا كمان سلقناه، بس برضو عشان مش هنعرف نغسل ايدينا كمان. انا حابة اشيل ده عشان لازم يتشال، لا بلاش بدي كده، علشان بقى اهم حاجة ان هو يتصفى من المية كويس جدا، ما يبقاش فيه مية خالص كده. اسيبه لما ينشف خالص اهو كده اهو. خلاص دول هنسيبهم لما يبردوا خالص. ادي النار اهو. بصوا بقى هحطها بس لحد النص، مش كلها للاخر، عشان لما ييجوا الولاد ياكلوا كده. نجيب طبق تاني نحط فيه، ثواني نجيب طبق اهو كده. في برضو بيتحط له بقى جبن وحاجات، احنا هنعمل ابسط حاجه عشان نسهل على نفسنا ما نصعبهاش. خلاص ونبقى نعمل اشكال تانية بقى لو عايزين نعمل حاجات تانية ونشوف بتتعمل ازاي. اهم حاجه الفكره بتاعتها ونغير، مش اكتر من كده اهو. تعالوا نعملهم كلهم، مش هياخدوا مننا وقت خالص. ممكن اصحى الصبح في نص ساعة لو ما عنديش بقى عيش وما حلتش مشكلة العيش دي، ابتدي ان انا اعمله لهم وياخدوا معاهم المدرسة. وممكن من غير الاسياخ او اصغر الاسياخ مثلا، بس هي بتبقى لذيذة كده يعني. يفضل بقى اللي انت هتعمله لهم في المدرسة ان انا احط لهم عليه البقسماط زي ما احنا هنعمل كده، هي اوريدي عجينة فهيمسك فيها. خلاص تعالوا بقى نشيل دول كده. عايزه اوريكم حاجه بدول،
خليهم كده، ممكن نعمل حاجه مبتكره كده واحنا شغالين مع بعض. الافكار اللي بتيجي وليده الحاجه وهي موجوده قدامنا. شايفين انا عايزاها كده، انا لازم اسيبها شويه كمان علشان يعني ايه تتقل شويه، فانا هحط لها معلقه دقيق كده اهو عادي خالص كده اهو. البيضايه كوبايتين لبن وكوبايه دقيق ابيض وكوبايه دقيق ذره، هنزل بيها هنا كده. اهو ليه؟ علشان اعرف اغطس فيها الدج بتاعي، السوسيس بتاعي، بس كده. خلاص المفروض ان هي اهو كده تمام. انا هسيب دي لان انا المفروض ان انا اعمل بقى حاجه تانية، احطها الاول في النشا. خلاص اجيب طبق كده، كل حاجة لما تبقى قدامي أعرف أعملها. ثواني هحطها في النشا كده علشان تمسك عليها كده، عشان كده بقول لكم تبقى ناشفة ما تبقاش مبلولة علشان ما تاخدش كمية كتير وما تفصلش الحشو الخلطة اللي احنا عاملينها من بره اهو كده كده. انا افض الباقي عشان ما تبقاش كميه كتيره. عايزين نحط بس ايه رشه فلفل اسمر كده، احنا حطينا ملح، ممكن تحطي معلقه واحده زيت. تعالوا كده اهي معلقه واحده، مش هتقول لا. خلاص كده انا مستنيه الزيت كمان ان هو يسخن معايا عشان نحطها على طول. دي لازم بقى ان انا اروح واخداها من هنا حطاها على طول في الزيت، ما ينفعش ان انا اسيبها وبعدين ابقى احطها، لا باخدها من هنا على الزيت على طول كده. الطبق فين؟ ماشي حط دي هنا كده. اهم حاجه خلوا بالكم بقى وانتوا شغالين بالزيت. بسم الله كده اهي الزيت لسه يعني لا حلو كويس اهو. بصوا الفرق بين اللي فيها النشا واللي مش فيها النشا، مش ثابت عليها قوي زي ما ثابت على دي. شايفين كده النشا مخليها تثبت شويه. خلاص اغطسها كده واحاول اخد الباقي. انا مش عايزه طبقه كبيره علشان ما يبقاش بياكلوا بقى يعني ايه عيش كتير. احاول الفها كده اهي. يلا هناخدها مش مشكله ونحطها على طول. تشتغلي زي ما انا شغاله كده اهو، تحاولي تلفيها عشان تطلع مع بعضها كده. وناخد دي كمان، هما أربعة كفاية ونكمل الباقي. نعمل برضو حبة بالبقسماط ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. يلا نسيبها بقى على النار. تعالوا نحط التانيين أربعة كمان، ودول هناخدهم برضو نجيب طبق ونحط فيه البقسماط. تعالوا نحطهم هنا كده، يعني منظر وشكل مختلف والتقديمة مختلفة كده اهو. سهلة جدا، ولا هتعجني ولا هتخبزي ولا اي حاجة، سهل في السريع اهو. نسيب دول نبقى نكملهم برضو مع النشا. شفتوا الفرق بين اللي واخدة نشا واللي مش واخدة نشا؟ شالت العجين كويس كده. تعالوا نحط دول، نشيل الحاجات دي، ننظف مكاننا كده. هو ده الكورن دوج بكل بساطة وبكل سهولة،
ما خدش مننا وقت خالص. ممكن اعمل بقى حاجه في دول اوريكم نقدر نعملهم ازاي. هجيب سكينه، تعالوا كده نجيب سكينه واجيب طبق. ممكن نقطعهم ونعمل بيهم كور، وفي معجنات وفي حاجات كتيره قوي. ممكن اقطع كده تمام واعملهم في العجينه يبقوا كور كده مع الخله، برضو يبقوا مختلفين يعني. دول ممكن ياكلوهم كده قبل ما ينزلوا، برضو نشجعهم ان هم يفطروا. وجبه الفطار مهمه جدا للولاد قبل المدرسه، تضمني ان هم اكلوا. اهو تقلبي بس فيه كده، اي حاجه زوايد طلعت مفيش مشكله اهو كده. بس نسيبها بقى، النار مش هاديه ومش عاليه قوي علشان العجينه تستوي معايا، واقلب فيها. بس كده خلاص. دول بقى ممكن بقيه العجينه اروح حطاهم فيها واخداهم على البقسماط واروح الياهم برضو، ويطلعوا احطهم في الخله اللي هي بتاعه السنان كده، او من دلوقتي في الخله وفي العجينه كده اهو. يعني حاجات مختلفه تنفع على فكره في مناسبات، في عيد ميلاد، في عزومه، حاجه كده زي مقبلات برضو تبقى لذيذه جدا. يعني افكار سهله وبسيطه تعرفي تقدري تعمليها للولاد بحاجات بسيطه جدا كده. يلا واحنا بنقلي بقى كده ننزل بمقادير ايه معانا. مقادير العيش عشان هياخد برضو بقى مننا وقت كده ونعمل. ايه رايكم؟ هننزل فاصل. طيب خلاص اوكي نطلع فاصل. هنطلع فاصل هنكون قلينا شوية ونرجع نعمل مع بعض خبز الفينو. فاصل ورجعونا على طول منتظراكم. طيب يلا بينا نشتغل بقى، ننزل على طول بمقادير العيش. وانا بقلي كده وهنعمل وهنشتغل، وادي العيش قدامنا شايفينه وهو بيخمر، هندخل ونخبز مع بعض على الهواء. يلا بينا ننزل بمقادير خبز الفينو. يلا معانا خبز الفينو، معايا كيلو دقيق، واحد معلقة كبيرة ردة او دقيق اسمر، نعادل شوية كده وندي حاجة مفيدة شوية، 2 معلقة لبن بودرة، 2 كوب لبن دافي، 1.5 معلقة كبيرة خميرة، 2 معلقة كبيرة سكر، 1 معلقة كبيرة ملح، 1 معلقة خل، 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر، ونص كوب زيت. ده أنا حطاه في الآخر عشان هو مطلوب. 2 معلقة لبن بودرة، 2 معلقة بس، كوب ماء دافي مفيش لبن، مش لبن دافي، 2 كوب مية دافية خلاص. 2 معلقة لبن بودرة، وهنعجن بمية مش بلبن خلاص. والزيت زي ما قلت أنا حطاه لحكمة في الآخر علشان إحنا هنعجن بيه في الآخر، والملح طبعا، ومعلقة السكر مع الخميرة. وتعالوا نشوف إحنا هنعمل إيه. نقلب كده وإحنا ماشيين في الكورن دوك بتاعنا كده عشان يتحمر كده ويبقى لذيذ. اوكي يلا صوروا وسجلوا. هي 2 معلقة لبن بودرة و2 كوب مية دافية خلاص. يلا نرجع. حط طاسة كده على النار تسخن وهقول لكم هعمل ايه. احنا بناخد انا عاملة طبعا نص الكمية، نص كيلو دقيق مش الكيلو خلاص، فهاخد نص المعيار. هاخد الكيلو الدقيق احنا قلنا بياخد 2 كوباية مية ونص كوباية احتياطي. انا هاخد نص كوباية مية هنا كده ونص كوباية دقيق من المعيار. ركزوا بس معايا في النقطة دي، كله انا شغالة في المعيار مش هغير. يعني من نفس المعيار انا حطيت هنا 2 كوباية دقيق، وهاخد هنا على النار 1/2 كوباية من نفس المعيار، ما زودتش ولا نقصت حاجة. هحط كل المكونات الجافة هنا معايا، السكر ده كتير شوية خلاص، واللبن البودرة ممكن من غيره وممكن بيه مفيش مشكلة، معلقة الردة أو الدقيق الأسمر خلاص، بيكنج باودر والخميرة طبعا ما ننساهاش،
وده انا هقول لكم انا عايزاهم ليه وايه دي السكر. انا حاطه الزيت وحتى معاه حته زبده مسيحاها تدي تيست كده ايه وطعم. الميه معانا اهي ولو احتاجنا نكمل. هاخد كوبايه الميه كلها هنا، خلاص هاخد كوبايه الميه كلها هنا. اشوف بس ده عشان خلاص قرب يا جماعه يدخل اهو زي ما انتم شايفين على التحمير، خلاص عشان ما يروحش مننا كده عمال يلف في الطاسه. خلاص يبقى انا حطيت كل المكونات الجافه مع كوبايه دقيق، مع كوبايه واحده دقيق، الزيت في الاخر والسمسم طبعا والحاجات دي معايا في الاخر مش هحتاجها دلوقتي. عشان اعمل ايه؟ هدوب الحاجات دي. تعالوا بس الاول كده دي على النار، هسوي معلقه الدقيق دي خلاص من نفس المعيار، هسوي ده كده اهو عايزاها تستوي. ليه بقى؟ العجينه اللي انا بعملها دي وبسويها بتعمل لي زي محسن طبيعي للخبز، مش هستخدم المحسن اللي بيقولوا عليه مضر، لا ما مش عارفه ايه، لا مضر بالصحه. خلاص اللي انا بعملها على النار دي وبسوي الدقيق ده بيعمل لي زي محسن طبيعي للخبز بتاعي، بسيبها تستوي على النار. هو بس شغل العجين بيحتاج مننا ايه، شغل كده شويه. دوبت دول مع كوبايه دقيق، هاخد كوبايه الميه اللي انا هعجن بيها هحطها كلها، ادي كوبايه عشان هو ده نص المعيار، وخدت من نفس المعيار ميه حطيتها لل زي ما انتم شايفين للعجينه اللي احنا بنسويها. بعمل دول كده، عارفين زي فكره العشر دقايق لما بنعجن على مرحلتين، انا برضو بعجن على مرحلتين. خلاص دوبت كل حاجه، ممكن تسيبيها تخمر شوية تضمني ان الخميرة بتاعتك تشتغل، وممكن اشتغل فيها على طول بس دي بتسهل بقى عليا جدا كده اهو. وابتدي اقلب ادخل، شايفين سهل جدا لحد دلوقتي، سهل جدا المرحلة دي، مش هدخل ايديا، هفضل بالمعلقة كده الم بيها العجين. ما ننساش برضو اللي على النار هو والكورن دوج بتاعنا. خلاص هي كده استوت تقلت، سيبها لازم تبرد شوية اهي كده، انا عايزاها كده. خلاص تعالوا بقى نشيل ده، خلاص حلو قوي كده، نسيبه هنا يصفي وتعالوا نحط غيره ونعمله بالبقسماط الحار بقى يدي تيست شوية وايه وحاجة كده لذيذة اهو كده. مش مشكلة سبت قوي ما سبتش قوي، ما فيش مشكلة خالص اهو كده. كلهم نعملهم يبقى معانا جزء كده وجزء كده اهو، مش مشكلة طلع اشكال طلع اي حاجة عادي جدا. اللي انتوا بتشوفوه متساوي برا ده بيبقى في مكان زي الوافلز كده بيدخل ويستوي كامل فيها اهو كده، وننزل بدي. خلاص يلا هنزل ببقيه الدقيق، انا عارفه يعني نشيل شويه عشان لو ما خدش، وانزل بدي معايا العجينه اللي انا عاملاها علشان تبقى المحسن الطبيعي بدل ما استخدم محسنات بودر او حاجات ممكن تبقى مضره بالصحه. تعالوا نشيل ده كده، وادي معلقتين الخل برضو يساعدوا كمحسن معايا، واقلب. تعالوا بقى في المرحله دي هناخد بايدينا، قبل ما اخد بايديا علشان ندخل العيش مع بعض لان احنا شايفينه خمر، دي المراحل بتاعته، هوريكم برضو المرحله بتاعه التجميع بتاع العيش الفينو لان هو ليه لفه معينه لازم تتعمل. دي لسه عليها، انا لسه عاملاها على طول، ده اللي سبته يخمر، شايفين الفرق، وهنشوفه كمان واحنا لسه بنقطعه يعني. ده الدهان معايا، معلقه سكر مع معلقه لبن بودره، هما دول اللي انا حطاهم، مع سنه فانيليا، سنه فانيليا ورشه سكر ومعلقه لبن بودره وسنه ميه وكده، وادهن بيها بالراحة لأن المفروض العيش بتاعي خمر. خلاص هو كان أرفع من ده كمان، لسه هيدخل الفرن كمان على درجة الحرارة العالية هيخمر زيادة. خلاص انتي بتسيبيه يبقى مفيش، بياخد ايه 10 دقايق في الفرن اهو كده. عايزاه سادة عايزاه بسمسم،
هم في الافران طبعا ما بيدهنوش كده زي ما احنا ما بندهن بالفرشه، ببخاخه وفيها ميه ويرش على طول. خلاص عايزه السمسم اهو كده، هيزيد كمان شويه في الفرن. اخلي بالي النار عاليه اعلى حاجه عندك. خلاص انا اللقمه بتاعتي مخدومه كويس ومعجونه كويس وخمرت كويس، يا دوب تخش تشم النار كده على طول تكون مستويه. لو النار هاديه والفرن هادي العيش بتاعي هيهبط وينشف ونشتكي ونقول الحاجه بتنشف مننا. تعالوا بقى نروح على الفرن ونوديه كده. بسم الله، تابعوا بقى معايا عشان مش هياخد مننا وقت خالص. خلاص ودي مرحله، تعالوا نسيب دي كده، اكشف بس على دي. شايفين دي برضو مرحلة لازم أقطعه كده فيها. ناخد بقى هنا كده، دي خلاص مش عايزينها. أسهل من كده يا جماعة في العجين مفيش، ما ننساش ده معانا. شايفين ده شكله لذيذ برضو أهو، لزقوا في بعض كده. نخلي بالنا ونهدي النار، مش ما نتغرش من اللون يا جماعة على طول أهو كده. هتاخد الدقيق، هتاخدهم أهو. بفضل بقى اعجن في العجينه دي لحد ما تبقى ناعمه جدا. لسه في مرحله لازم ادخل بقى كل الدقيق ده فيها كده، ما تستعجليش. بس احنا نشمر بقى كده علشان ايه نعجن كويس اهو كده. ما تقوليش محتاجه كده سوائل مني، لا دخلي، لان احنا لسه الزيت بتاعنا ما دخلناهوش. الزيت هدخله في الاخر، ده اللي بيخلي اللقمه بتاعتي تبقى منفوخه كده وتحافظ على القوام بتاعها وكمان تبقى خفيفه جدا. تعرفي ازاي الخبز يبقى ناجح؟ ان هو ممكن حجمه يزيد بس تبقى اللقمه تقيله، كل ما خفت تبقى احسن. شايفين هو كده مش عايز اي حاجه غير ان انا ابتدي اضيف الزيت بتاعي حبه حبه. الكيلو بياخد نص كوبايه، النص كيلو هياخد ربع كوبايه، وادخلها ما احطش غير لما ادخل كده احس انها دخلت خلاص. ادخل الباقي، دخلت خلاص كده وبجمع. تيجوا نعملها على الرخامه، يلا اهو. شايفين كده، اخد برضو شويه من الزيت وانزل بيهم كده حبه حبه عشان اعرف ادخلها في بعضها واعجن اهو. ده محتاج يتعجن كويس جدا. ممكن بقى تعملي حاجه، اسيبه يخمر كويس جدا وهو عجينه وبعدين اقطعه ويرتاح وبعدين اسيبه يخمر تاني كويس جدا، او اسيبه يرتاح نص ساعه بس العجينه وبعدين اسيبها بقى تخمر وهي متقطعه، وده افضل علشان الخميره تبقى مفعولها، لان انا موتها مره واتنين فاخر مره هتشتغل بطيء شويه. لا فدي هتساعدك ان الخميره بتاعتك تشتغل حلوه قوي واللقمه بتاعتك تبقى خفيفه وناجحه زي اللي بنجيبه من بره اهو. بفضل كده لحد ما ادخل الزيت جوه العجينه، وبيساعدك ان انت تعجني. احنا بنعجن بايدينا اهو، مفيش اي حاجه ولا عجان كده. شايفين نعمه ازاي وطريه اهو كده. لسه دي يعني هي دي الكوبايه دي كتير شويه، هاخد الحبه دول وخلاص كده اهو. افضل وراها لحد ما تختفي خالص معلقه الزيت اهو. معلقه الزبده اللي انا حطيتها بتدي الريحه الحلوه بتاعه العيش الفينو او الكايزر اللي احنا بنشمها بره، مع رشه الفانيليا البسيطه اللي بنحطها مع الدهان أهو. لازم تختفي خالص. سيبها ترتاح واشكل لكم بقى. احنا دي تسيبيها كده نص ساعة وبعدين تبتدي تشكلي اللي احنا هنعمله دلوقتي. بس تعالوا بقى نبص على الكورن دوج بتاعنا كده اهي. شايفين اهي، ممكن اعجن كمان اكتر من كده شوية. نلفه بس لفة كده، لفة بسيطة خلاص.
تعالوا نشوف اللي في الفرن. احنا هنحط العجينة هنا ونغطيها كده، ونغطيها ترتاح شوية وهتخمر برضو، ونبتدي نشكلها زي ما احنا شايفين. تعالوا بسرعة كده نبص على اللي في الفرن. انا شم ريحته، يعني ابتدت اهي ما شاء الله، بس لسه عايز ياخد لون بس من فوق. خلاص هياخد بس لون من فوق. تعالوا بقى بصوا بقى، انا خلاص بعد العجينه بتاعتي ما بتكون خمرت، عايزه اوريكم بس حاجه اهو. باخدها، المفروض ان العجينه دي ارتاحت. بتعملي ايه؟ خلاص خمرت وارتاحت، اعتبروا معايا انها خمرت وارتاحت اهي. باخدها كده وبروح لماها كده اهو. احنا هنشتغل فيها واحنا معانا اوريدي اللي احنا عاملين كده، وابتدي ان انا اقطعها. شفت انا لفيت اللفه دي مقصوده، اقطع كده خلاص اهو. تعالوا نسيب دي. خلاص انا قطعتها كده، هروح جايه مكوراها في المرحله دي. اعمل بقى الحجم اللي انا عايزاه، 50 جرام 100 جرام حسب اللقمه والحجم اللي انت عايزاه. بكورها كده ولازم اسيبها ترتاح. خلاص اهو، يبقى ادي لفه تانية. يبقى انا لفتها وبعدين ادي لفه تانية، وبعدين هنشوف بقى اللفه الاخيره اللي احنا هنعمل فيها الرغيف بتاعنا. بتظبطي المقاسات طبعا عشان يبقى كله مقاس واحد اهو. خلاص اهو، ونسيب دي برضو ترتاح. ها لحد كده تمام، سبتها ترتاح هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هاخدها اقلبها كده خلاص، هتتفرد بقى معايا بكل سهوله. محتاجه نشابه او مش محتاجاها، عادي بايدينا تشتغل اهي كده. واخدها كده كمان حجم اللقمه اللي انا عايزاها. لا خلاص تعالوا نشيل ده كده، كفايه كده تمام. شايفين حلو قوي. اللي بقى هنا لحد ما نيجي نبقى نقدمه. تعالوا نكمل العيش ونبقى نحطه، دول مش مشكله، لسه معانا ايه شويه وقت عشان اوريكم بس لفه العيش ازاي. شايفين كده معايا بشتغل في اتنين عشان يرتاحوا معايا على طول، عشان اللفه اهم حاجه. بين كل خطوه وخطوه بتعمليها لازم تريحي. ركزوا عشان مش هنعمل العيش الفينو تاني، هنعمل حاجات تانيه ان شاء الله. اهو كده باخده كده والفه واضغط، الف واضغط، الف واضغط لحد ما اخلصها. تبقى كلها مقاس واحد عشان ما يطلعش حته عامله كده وحته عامله كده، يبقى كله مقاس واحد. باخد الاخيره دي اهو، باخد الاخيره دي بجيبها لفوق واقفل العيش بتاعي كده، واسيبها هنا كده. تاني هنعملها تاني اهو كده، هنلف نبرم ونضغط عليها. بسيط قوي، تضغطي الحرف بس، نضغط الحرف بس ده كده اهو كده، واضغط كده واظبط حجم اللقمه وشكلها كده، تبقى اسطوانيه حته واحده اهو. خلاص لحد الاخر. ابتدي اخد الحته الاخيره هي اللي اجمعها كده معايا. تاني نعملها تاني. بعد ما بتعمل كده بتكون دي ارتاحت، باخدها الحجم بقى اللي انا عايزاه حسب اللقمه طبعا اللي انا وزناها بتاعتي او مقطعاها كده ارتاحت. بصوا ما بتلمش تاني عشان هي مرتاحه، كل مرحله بعملها بستنى عليها. خلاص اهي هتفضل كده. نشوف صينيه او طبق نحطه دلوقتي عليها. معانا ده، تعالوا نشوف اللي في الفرن. هما بيقولوا لنا ايه اللي في الفرن عشان يطلع معانا تمام. ما شاء الله كده زي الفل جدا. تعالوا نحط التاني، وخلي بالكم برضو معانا اهو طلع معانا. شايفين زاد الحجم، كان كده وبقى كده. خلاص كل ما سبتيه يخمر وخد وقته في ان هو يخمر كويس بقى تمام معايا. ادي العيش بتاعي اهو. تعالوا نعمل ايه دول كمان عشان تشوفوا شكلهم معانا ازاي. احنا قدامنا وقت قد ايه عشان نظبط وقتنا؟ ما
عندناش وقت ولا عندنا وقت؟ اوكي تمام، تاني اهو خلاص. انا عملت كده وسبتها عشان ترتاح، عشان اما يعني الفها تفضل ثابته بالراحه اهو. لو حسيتي انها بتلزق ما تحطيش دقيق، ممكن زيت خلاص اهو، بلاش دقيق اهي خلاص اهي كده وكده. ها هسيب دي ترتاح واجي على دي اعملها كده اهو كده بسرعة بقى. أنا بعملها بالراحة عشان أنتوا تشوفوها. خلاص اتمكنتي بقى وبقيتي شاطرة تعرفي تعمليها أهو كده، وأجيب اللي تحت فوق وأقفلها. ها هسيبها كده ترتاح وأخد التانية علشان أعملها أهو. لو خدتها لفتها على طول هترجع تكش وما تدينيش الشكل اللي أنا عايزاه بتاع اللقمة اللي أنا عايزاه أو الرغيف اللي أنا عايزاه أهو. وأقفلها كده، هي كده ارتاحت. اروح بقى بالراحه مدياها الطول والحجم اللي انا عايزاه كده. شايفين لو العجينه مش مرتاحه ومش خمرانه هتلاقي الرغيف رجع كش تاني على بعضه وعمل اشكال كده غريبه. شايفين حتى بعد ما دخل الفرن، بصوا اللقمه خفيفه جدا، مش عايزه اشيلها دلوقتي اهو كده. خلاص احنا شفنا المراحل بتاعتنا عشان نكمل بقيه اطباقنا، ونسيب دي تخمر نكملها وقت تاني. شفنا التقطيع وشفنا العجن بتاعه، مش عايز تثبت كده عشان لازم اغطيها عشان العجينه ما تنشفش مني. خلاص تعالوا كده، خلاص انا كده خلصت دول العجينه. شايفين ده الفرق اهو اهي، ده حجمها لما اتعملت، دي جم خمرت شوية، والتانية لما دخلناها الفرن وبعدين اللي طلع معانا بتزيد برضو شوية في الفرن معانا زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا نحاول نطلعها، نشيل ده بقى خلاص احنا مش عايزينه كده. وريكم بس نطلعها، عايزين حاجة كده اهو بس تتسلك. شايفين يعني اهي، انتي طلعيها بس سنة كده، ايه الفرن بتاعنا حامي شويتين اهي، واسيبها تبرد خفيفة جدا. اما تهدى شوية هنفتحها مع بعض ونشوفها عاملة ازاي. كل الخطوات معاكي وكل المراحل معاكي، مش ناقص اي حاجة خالص. تعالوا نحط دول كده عشان نكملهم برضو، نخبزهم لحد ما نخلص. وادي الدهان بتاعي، بلاش بيض مع العيش، يعني البيض خلوه مع الفطاير او المخبوزات افضل. يلا بينا اكمل ولا معانا فاصل؟ نلم حاجتنا كده واشيائنا ونرجع نكمل. هنعمل ايه؟ اكمل ولا ايه؟ طب هنكمل، يلا نكمل لحد ما يقولوا لنا فاصل. لا طب انا مش هطلع فاصل طيب فاصل نظبط، فاصل نظبط حاجتنا وترجعوا لي نعمل بقى اخر حاجه معانا ونقدم اطباقنا. يلا فاصل وارجعوا لي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. شلنا طبعا العيش، ما خدش برضو مننا وقت. شايفين يعني معاكم على الهوا كل حاجه شغاله. وادي الكورن دوج او البوبس بقى، كورن دوج سموه زي ما انتوا عايزين اهي، يعني افتكاسات حاجات، الحاجه ام الاختراع زي ما بيقولوا. ونشيل حاجتنا دي كده، يلا كده بس هي اللي احنا عملناهم. لو عندنا وقت ممكن نكمل الباقي. دول نديهم تقليبه كده بقى، لازم يتقلبوا كده ايه على طول، ما تسيبهمش دول لازقوا في بعض. افكهم بس كده كده بالراحه اهو، حلو قوي اهي، علشان ما تعومش كده وتتحمر من ناحيه وناحيه لا. تعالوا نحط العيش ده ونجيب العيش التاني اللي معانا في الفرن. بس احنا محتاجين نحط بقى ايه كده عشان الوش اهو. شايفين تطلع على طول معانا، مفيش اي مشكلة خالص. يهدى شوية وبعدين نطلعه.
تعالوا بقى ننزل بمقادير الطبق الثالث معانا، غموس الزبادي بالزيتون، حاجه كده سهله ولذيذه. يلا غموس الزبادي، معايا زبادي، وانتوا طبعا عارفين دايما انا بحب اعمل الزبادي في البيت، وغموس الزبادي بالزيتون. معايا زبادي مصفى لازم نصفيه، وزيتون مفروم، زيت زيتون وزعتر وشويه ملح طبعا علشان الزبادي بتاعي. ممكن اعمله في الكبه او ما اعملوش في الكبه، انا فرمت الزيتون لوحده. تعالوا بينا كده نرجع انضف بس هنا كده. يلا حاجه سهله كده، اعملي زبادي. يفضل الزبادي يكون بايت، يعني مثلا بقاله يومين ثلاثه عندك وبقى زبادي تقدري تعمليه، بيكون الزبادي تقل ونزل كده شويه ميه. عارفين لما بنيجي نفتح الزبادي تعرفي ان هو بتجاز، بس طفى نشغله ثواني، عايزين نخلص بس كده هنسيبه. يكون الزبادي بايت عندك ابتدي اجيبه، وتعرفي زي ما قلنا ازاي هو بايت، ان هو بيفضل ينزل في ميه. باخده تاني في مصفى او في شاشه وبتبقى مخصصه للحاجات دي، ببتدي ان انا احطها في الشاشه واسيبه يصفي كده طول الليل. بيبقى شبيه باللبنه على فكره، بس اللبنه طبعا برضو بيحط لها مقومات وحاجات تانيه، لكن يعني تقدري بديل اللبنه الزبادي اللي احنا هنعمله ده. انا صفيته خلاص وما بقاش فيه ميه، هنزل كده بزيت الزيتون كده اهو، اقلبها لكم في حاجه تانية عشان تشوفوها في طبق اهو، ادي البوله كده، بضرب الزيت الاول علشان اضمن انه برضو لو في لسه شويه ميه خلاص ما ينزلش ميه لما بضرب الزبادي الزيت مع الزبادي كده. انزل بقى بالزيتون بتاعي اللي انا فرماه خلاص، وسنه الملح طبعا علشان ما كترش، علشان الزيتون انا الزيتون بتاعي مش مملح قوي خلاص، رشه فلفل اسمر بس بسيطه عشان الزيتون، واخد زعتر اخضر فريش كده معايا افركه هنا كده، هيدي تيست وطعم حلو قوي. عايزه تحطي بقى فلفل ممكن تحطي، بس هي بالزيتون كده بتبقى حلوه قوي. دب كده تقدري ببقسماط بحاجات كده مجففه، تقدري ان انت حاجات ناشفه سوري محمصه، عيش محمص اهو، هي عايزه تتحط عايزه تتحط بس في التلاجة شويه، ونحط عليها زيتون كده عشان يعرفوا ان فيها زيتون، وعود روزماري كده، عود زعتر كده. يلا نقدم بقيه اطباقنا. ده دب او غموس الزبادي بتاعنا بالزيتون، تقدري تعمليه بفلفل باي حاجه تانيه انت عايزاها، الولاد ياكلوها كده الصبح يفطروا بيها. هنشيل الحاجات دي خلاص، نقدم بقى الطبق ده بتاعنا، هيكون ده اتحمر، ادونا بس دقيقه واحده دقيقه واحده نقدم حاجتنا ثواني كده، نقدمه بقى كده. تعالوا نحط ايه واحده وواحده كده، ايه رايكم؟ ممكن تعملي بقى حركات بقى وتحطيه مثلا، تجيبي حاجه وتحطيه فيها كده تبقى نغمسها كده فيها اهو كده، شايفين شكله حلو قوي ولذيذ. الكورن دوج اللي الولاد يتهبلوا عليه بره وعايزينه، هنعمله لهم وياخدوه كمان معاهم المدرسه. تعالوا نشيل دي، تعالوا نشوف العيش بسرعه اللي في الفرن، ايه رايكم؟ ونجيب بقى حاجه طبق علشان نقدم فيه العيش بتاعنا. لا لسه شويه هياخد لون من على الوش، نقدم اللي احنا عملناه. يلا ادي الخبز بتاعنا، فين اهي، عملنا خبز الفينو معاكم النهارده، وعملنا الكورن دوج كمان النهارده معاكم، وادي الفينو اللي دايما بنحتاج بقى فيه في ايام المدرسه وما لحقتوش يا ولاد تجيبوا عيش،
عايزين بسرعة نجيب الخبز بتاعنا اهو كده اهو، سهل جدا اقدر اعمله من بالليل، مجرد ما يبرد تقدري تشيليه على طول في الفريزر، خلاص ما تستنيش لما يبرد خالص او يبات او كده، لا على طول اشيله في الفريزر. وده الحاجه بتاعتنا النهارده، الوجبات بتاعتنا النهارده، المنيو بتاعنا النهارده كان الكورن دوج وخبز الفينو وغموس الزبادي بالزيتون، تقدروا تعملوهم بكل بساطه، وانا هطلع بقى الحاجات اللي احنا عاملينها دي. يلا انا كده خلصت حلقتي النهارده، كنت معاكم النهارده دينا موسى في مطبخ لايف، الى اللقاء في حلقه جديده من مطبخ لايف.